مشاهدي الكرام، السلام عليكم. كما وعدتكم قبل ان شاء الله باذن الله، يعني اننا غادي نتكلموا على موضوع ديال قانون السير، اللي هو كما علمت قبل في الصفحه ديال حكيم حسو بالنسبه لليوتيوب، وبالنسبه للموقع ديال الفيسبوك حليم ح اسباس كيم. كما قلت لكم انا مدرب تعليم ديال السياقه، وغادي ان شاء الله باش نشرحوا قانون السير. بالنسبه لهذا الدرس اللي غادي نهضر عليه اليوم، كيتعلق بقواعد السير، يعني كيفاش نمشيو في الطريق وكيفاش ناخذ وضعيه صحيحه يعني في السير العادي ديالنا، وكيفاش نغيروا الاتجاه ديالنا في الطريق بسبب باش ما نتسبوش في بعض الاخطاء عند تغيير الاتجاه، سواء لجهه اليمين او للقدام او لجهه اليسار او للقيام من الصدوره. بالنسبه للشرح اليوم اخواني السائقين، لا بالنسبه للمبتدئين يمكن يستافدوا معنا في هذه الحصه، هذه تبعوا معنا هذه القاعده ديال قواعد السير، وكذلك حتى بالنسبه للناس اللي هما سائقين محترفين اللي كيمارسوا مهنه ديال السياقه ديالهم، يعني كاين اللي في العمل ديالو او السياره ديالو كيستعملها في السير، جميع الفئات جميع الشخصيات يعني كتمشي في الطريق. لهذا التعريف غيكون ان شاء الله على الطريق، يعني انواع ديال الطرقان اللي هي عندنا. اليوم غنتكلم على الشارع، ما يعرف بالشارع، وهو واحد الشارع اللي كيربط ما بين الاحياء من الحي لحي. مثلا غادي نعطيو شارع في المدينه ديال الدار البيضاء، مثلا غادي نقولوا شارع اللي هو طريق زمور، او لا شارع الزرقتوني، او لا شارع انفا، او لا شارع الكريم الخطابي، وشارع غاندي، يعني كاينين عده شوارع. هاد الشارع كيفاش كنوصفوه اخواني السائقين اللي هما سائقين اللي هما في الطريق حاليا، بلا بالنسبه للشاحنات ولا بالنسبه للحافلات او لا بالنسبه للشاحنات الثقيله. كيتعتبر الشارع مقسم، ممكن يكون مقسم على جوج ديال المسالك، ممكن يكونوا فيه ثلاثة ديال المسالك، وكيفصلهم واحد الشريط الأرضي اللي هو التروطوار، وفيه الغرس ما بين الطريق اللي كنسير عليها أنا والطريق اللي كيجي فيها مستعمل الطريق اللي جاي قبالتي، يعني كيكون فاصلنا داك الشريط الأرضي. كيتقسم بهاد الخطوط اللي هما خطوط مقطعة، كيكونوا اما كما قلنا ثلاثه ديال المسالك او لا جوج، وكيبقى عندنا واحد الخط المتصل على اليسار. اذا هاد الاشارات المرسومه، وحاليا دابا بالنسبه للدار البيضاء يعني شاهدنا بزاف ديال التغييرات في الطرقان، وكذلك تزادونا بزاف ديال العلامات. ولهذا بالضبط علاش انا باغي نشرح لكم هاد النوع من الطريق اللي هو الشارع كما هضرنا عليه، حيت بسبب ديال كما كنشوفوا كيكونوا بزاف ديال الاخطاء في الطريق هما اللي كيتسبوا في عرقلات السير وفي الحوادث اللي كتقدر تكون غير حادثه ماديه قليل الا كانت جسمانيه، وكتكون بسبب ديال سائقين الدراجات اكثر، حتى هما ان شاء الله غادي نتكلموا عليهم. لهذا بالنسبه للسائقين باش نتفاداو حنا هاد الاخطاء، يعني باش انت تمشي في الطريق وتقدر توصل في اقرب مده، وممكن توصل بخير وعلى خير بلا ما تسبب حتى شي خطا، وتكون حركه السير مطلوقه. بالنسبه للشوارع، كيكونوا شوارع كتكون فيهم واحد المسافه شويه كنلقاو الملتقيات، هذوك الملتقيات اللي كنلقاو الشارع كيكون دايز على يعني على الاحياء، المدينه، برنوسي، سيدي مومن الى اخره، يعني وحنا كنلقاو يعني دائما دوك الملتقيات اما كتكون فيهم اشاره ضوئيه يعني في هذيك الملتقى، يا اما كيكون مدار، مدار هي الرومبوا، كتلقاو الرومبوا،
يعني المدار والإشارة الضوئية أغلبية كيكون في الملتقيات اللي هو شارع مع شارع. إذا هذاك الشارع عامر الآخر عامر، يعني كيوليو 4 شوارع، يمكن يكونوا حتى 5 ديال الشوارع تلاقاو بعضياتهم، كيكون الاكتظاظ هنا كتكون حركة تصير يعني فيها الاكتظاظ بزاف، يعني كيولي الزحام. إذا هنا ملي كيكون الزحام أشنو كيخصنا حنا نديرو؟ هي قبل أن السائق من بعد ما كياخذ السيارة ديالو كيجي كيطلع ليها مثلا وكيديماري، عارف راسو فين غادي، يمكن غادي للخدمه، يمكن غادي مثلا يتقدى، يمكن غادي يشرب قهوه، ممكن يعني ان كنستعمل السياره باش نتنقل لواحد المكان. اذا باش نتنقل لهذا المكان كنستعمل السياره ديالي، وكما هضرنا باننا واخدين الشارع كنبقى غادي في السير العادي ديالي. نعطيو مثال بس بالنسبه لابتداء من مثلا نقول طريق ازمور غادي للمدينه، يعني كنعرف راسي غادي للمدينه عندي تراجي واحد، يعني غناخذ ديك الطريق ديريكت. اذا هنا عندي هذا الشارع هذا كنعرفو بان فيه 3 ديال المسالك، وفيه مسالك على اليمن ديالنا اللي هي ديال الوقوف والتوقف بالتجهيز الجديد دابا اللي داروه، كنلقاو على الجنب الرصيف يعني واحد المسلك كيبقى على طول داك الرصيف باش كيتبلاصيو فيه الطوموبيلات. انا كناخذ ديك الطريق كناخذ السير العادي ديالي، من بعد ما كنوصل لملتقى الطرق هنا يعني كيكون تغيير الاتجاهات، خصني ناخذ الوضعيه اللي كتناسبني، يعني كيخصني ناخذ المسلك ديال اليمن كنسهل الخروج من داك الزحام. اذا كلنا غادي للمدينه 20 طوموبيل اولا 30، ممكن الا خشدينا اليمن شي غيدور على الملتقى اليمن غيزيد، شي غيزيد القدام، كيبقاو المسالك الثانيه والثالثه في الاختيارات. كلا الحالات ممكن السائق يتبع فيها السير القدام على حساب حركه السير باش ما يعرقل السير، الا كان عارف راسو نيت غادي القدام ممكن داك المسلك يبقى فيه حتى هو غيسهل. ولكن بالنسبه للناس اللي باغيين يدوروا على اليسر ديما يبقاو على المسلك الثالث قبل، يعني باش كل الصف اللي على اليسر عامر بالطوموبيلات ديال اللي غيدوروا على اليسر، الصف الثاني ممكن يكونوا فيه النيت اللي غيدوروا على اليسر وغيزيدوا القدام غيسهل عليهم حتى هما باش ما تبقاش ديك حركه سير كثيفه. وبالنسبه اللي على اليمن ديالو راه كيتابع السير القدام ممكن ويدور على اليمن وكتفرخ حركه السير في الملتقى الطرق. من بعد يعني ديك الساعه كل واحد عارف راسو فين غادي، راه شاد الطريق ديالو وغادي. بالنسبه لذاك التغيير اتجاه اليمن يعني كنكون انا قريب من التروطوار، علاش؟ لان بالنسبه بيني وبين التروطوار تقدر تبقى حتى من 60 حتى 70 سنتيم، يعني على حساب الا ما كانش هذاك اللي كنعتبروه حنا موقف ديال السيارات اللي هو كنعنيو به الباركينغ اللي من ديال الطريق. الا ما كانش تتكون يعني سياره قدام سياره كيكون طوموبيل مبلاصي قدام طوموبيل، ديك الساعه كنبقاو قريب للتروطوار. هنا ملي كنبغي نغير الاتجاه ديالي ديما كنخلي واحد ليسباس بيني وبين التروطوار لصحاب الدراجات. هادوك صحاب الدراجات هما يعني الله يهديهم حتى هما كيكونوا غاديين، كيكون شي غادي على اليسر شي وسط الطريق شي كيراوغ، ولكن مناش هو حنا كنعرقلوا لهم السير. كتلقى واحد واقف فوق الخط، واحد عوج هكا، واحد عوج هكا، واحد عوج هكا، يعني كيبقى داكشي تيبان لك داك الزحام وداكشي والكلاكسونات والقيامه. علاش؟ بسبب من السائقين اللي هما ما منظمينش الطريق. اخواني السائقين ملي كنكونوا واخدين واحد الشارع بمثل هاد الشوارع اللي هضرت عليها، يعني كنكونوا على شكل صفوف وعلى شكل اتجاهات صحيحه، والتغيير ديال الاتجاه كيكون ساهل وما كتسببش في شي حاله خطيره تما، يعني ما كتضرب لا مول الموتور يقدر ما تقيس السياره، لهذا وكتكون حركه سير يعني مطلوقه بلا ما غنحتاجو حنا لا شورتي لا والو، يعني حنا كنظمو السير ديالنا عبر طريق بطريقه صحيحه، يعني هذا كيتعتبر السير العادي. وهكذا كتدوز على هذا الملتقى وتفوت هذاك الملتقى وتزيد ثاني تلقى ملتقى اخر، وكتبقى غادي ملتقى من ورا ملتقى. وشنو كتقابل في هذاك الملتقى؟ مع مستعمل الطريق بحالك بحاله، يا كاميو يا كارير موك بيكالا موتور كرويله، يعني كان راجلين كنعتبروا جميع مستعمل الطريق. اذا النقط السوداء يعني يجب على السائق انه خصو يخفف السرعه ديالو وينتبه مزيان، وحركه السير بهذه الطريقه ممكن تكون احسن. وكذلك غنوجه واحد الرساله لصحاب الطاكسيات الله يهديهم، تيجيو كيوقفوا في بعض الاماكن اللي هي ممنوعه، كيتسبوا حتى هما في عرقلات السير وفي الاخطاء، بسبب انهم كيجي واحد تيقول لي خويا نزلني هنا الله يحفظك، كيجي كينزلوا في الملتقى غير كيفوتوا للضو كيوقفوا.